من باريس مباشرة ينضم لنا عبر الهاتف الباحث الجامعي الجيوسياسي لاقا شقروش. سيد لاقا مساء الخير، أهلا بك معنا. انطلاقا من هذه الحادثة، من حادثة لوفالوا بيريه، إلى أي مدى فعلا لا يزال خطر الإرهاب مرتفعا في فرنسا؟ بفرنسا وبأوروبا الخطر ما زال مرتفعا، وهذا ناتج عن ربما بعض العناصر أو الخلايا النائمة كانت فردية أو جماعية. يزيد على هذا بعد قضية عودة بعض العناصر من بعد هزيمة داعش في الموصل أو الهزائم المتتالية في العراق والشام. في هذا الصدد هناك كل التقارير الدولية والاستخباراتية والمعلوماتية تقول بأن هناك عودة لعناصر كثيرة، ما يعادل 150 إلى 250 شخص بالنسبة للبلدان الثلاثة، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهذه العناصر حتما ستسبب مشاكل كبيرة من الناحية الأمنية لسببين. نعم، ما هما؟ السبب الأول هو ذريعة أو وسيلة لداعش لإبراز بأنها لها اليد الطويلة وضرب بعض المصالح في أوروبا. والسبب الثاني هي في اعتقادي هي عمليات انتحارية يائسة لهذه العناصر المتطرفة الإجرامية. طيب، معالجة هذه الظاهرة الآن، تدفق الإرهابيين ممن انتموا لداعش وعودتهم إلى أوروبا من جديد، سواء العودة ربما بشكل سري أو العودة بشكل علني، لأن منهم من يتخفون ويعودون هروبا، يهربوا حتى من داعش، كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة الآن؟ ما هي الخطوات الأمنية التي تستخدمها وتتبعها السلطات الفرنسية والسلطات الأوروبية الآن للتعامل معهم؟ هي قضية العودة هي قضية خطيرة للغاية، تتطلب أولا بالنسبة لأوروبا وغير أوروبا عملية تنسيق كبيرة على مستوى أوروبا وغير أوروبا. يعني لو نأخذ مثلا من العراق إلى بريطانيا مرورا بتركيا وكل بلدان أوروبا، لابد هناك عملية تنسيق مع استخباراتي مكثفة دقيقة لرصد هذه العناصر. العمل الثاني هي اليقظة كل مواطن ويقظة الأجهزة المكلفة برعاية الأمن في كل بلد حول هذه القضايا. طيب، الذئاب المنفردة والعمليات المنفردة وذئاب المنفردة للعائدين الذين لديهم، حتى لو لم يعودوا ينتمون لداعش كتنظيم، لكن الفكر لا يزال نفس الفكر، كيف يمكن معالجة هذه النقطة بالتحديد، نقطة الفكر، الوقوف بوجه أي عمليات محتملة للذئاب المنفردة بعد عودتهم إلى أوروبا؟ هو هذا يتطلب عمليات توعية كبيرة، وخاصة من الجهات أو الجمعيات أو مصادر المسلمين في أوروبا، بإسقاط ذريعة الدينية، ذريعة الإسلام، بأن هذه العناصر لا يمثلون الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام، وهذا لا يمكن أن تكون دول أوروبية في حد ذاتها، لكن القوميات والجماعات والجالية الإسلامية في أوروبا لابد أن تأخذ موقف صريح. أخذت لكن لابد أن ترفع المستوى لإسقاط الذريعة. شكرا لك على هذه المداخلة سيد لاقا شقروش الباحث الجامعي الجيوسياسي، كنت معنا من باريس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.